على شيء هو أن الأعداد النهائي واختش المعطيوة بالنسبة للمشاركة وقت نبدأ في عملية الفرز، لأن يعني في الفرز وقت من أول الأرقام التي تتعمل هي تحديد هذا الرقم بشكل نهائي ودقيق. إذا اليوم اللي مش نقدموه تقريب وصلنا إلى 60%. زميلي الأستاذ رياض بوحوشي مش يقدم لكم الجزئيات في هذا، لكن ديما نأكد على شيء بأنه هذا راهو مازال على أساس الرومونتي نتاع لا فورماسيون على أساس إيشانتيوناج. سيريان. شكرا سيد الرئيس. الحقيقة وصلنا نسبة 60%، وهي النسبة هي عينة من نسبة 65% من المراكز الموجودة في تونس، يعني حوالي 2389 مركز. النسبة هذه جاءتنا من السادة رؤساء المراكز، وبالتالي معناتها النسبة هذه قابلة للزيادة، يعني وصلنا 60% والنسبة هذه قابلة للزيادة. سمعنا برشا معلومات معناتها من وسائل الإعلام اللي ثم نسبة 70% و65 وكل شيء. الحقيقة احنا نحبوا نبداو دقيقين، نحبوا نعطوا معلومة دقيقة، وإن شاء الله في الفيتور بروش نعطيكم لي ريزلتا معناتها بالدقة مطلوب. شكرا. إذا قدامكم في الأرقام، إذا الرقم الأول إجمالي هذه كيف نسبة الرقبات، ديما نقول لكم راهو هذه نسبة على أساس ليشانتيوناج تونس واحد. طبعا حتى إذا كان نرجعوا إلى الهيئة الفرعية يقولوا لا راهي النسبة توا في أكثر، كي يكملوا بقية مراكز الاقتناع هي أكثر وتلقى تتفاوت، معناتها فما 9 نقاط في بالنسبة لبعض الهيئات. إذا تونس واحد 55% ديما هذا بالنسبة ليشانتيوناج اللي تعمل. تونس اثنين 66%. بن عروس 70%. أريانا 66%. منوبة 63%. جندوبة 54%. الكاف 62%. سليانة 53%. بنزرت 63%. باجة 60%. نابل واحد 67%. نابل اثنين 69%. زغوان 59%. القيروان 52%. القصرين 52%. سيدي بوزيد 48%. قفصة 54%. توزر 52%. بلي 61%. سوسة 65%. المهدية 65%. المنستير 61%. صفاقس 1 62%. صفاقس 2 66%. قابس 61%. مدنين 56%. تطاوين 56%. إذا هذه الأرقام كما قلت إلى حد الآن هي أرقام قابلة بعض للارتفاع. علاش نستناو في آخر المعطيات اللي باش وصلنا؟ وهنا إذا نعطيو النقطة النهائية ونجموا نعملوا مع الفرز نعطيو بشكل دقيق قداش نسبة المشاركة. المهم إذا نسبة المشاركة إلى اليوم الحمد لله جات جيدة مع تأخير شوية حتى من التوقعات. إذا إن شاء الله إذا بعد نواصلوا في نفس المسار لإغلاق هذا الملف التشريعية وبداية ملف الرئاسيات.